تمام، نفسي ال 40% من المكون المحلي ده يبقوا 60، يبقوا 80، يبقوا 100%. هل نقدر نوصل ده؟ بالتاكيد. ما احنا عندنا مصانع ادويه، كم مصنع ادويه موجود في مصر؟ وعندنا صناعه قديمه، صناعه الادويه من 1939. احنا من ناحيه الصناعه كصناعه فاحنا الحمد لله صناعيه شطار كمان. نعم، بنصنف من دول العالم المتقدم. بس هي المشكله دكتور محي انك بتصنع بس مش قادر كمان تنافس وتصدر بمبالغ كبيره، هي دي ايه السبب؟ احاول لحضرتك. طبعا هي خلينا بس نقول حاجه مهمه جدا. الاول انت قادر تصنع، قادر تصنع وعندك كميات تزيد عن حاجاتك، الحمد لله بنقدر نعمل ده. نعم، ونقدر نصدر ده كويس قوي، نقدر. نعم، مشكله بتقابلنا في التصدير حاجات مهمه جدا. الفرق بين التصدير الكمي والكيفي، هو انا بصدر كام وحده بكام ثمنها. الدوله اللي حضرتك ذكرتها اللي بتصدر ب 3 مليار دولار، لو عكسنا مقلوب الموضوع، التصدير بالوحدات بالكم، لا انا بصدر قده 3 مرات بس سعر بيع بلد المنشا عندي متدني جدا. فانا دوله اللي بتصدرها تقول لك ايه هو سعر بيع بلد المنشا بتاعك كام؟ بقول لها في الواقع يعني هو 5 جنيه. طب هتاخد دولار ازاي؟ فيعاملك على قد الايه؟ على قد السعر اللي انت بتبيع في بلدك. ما انت ما تجيش بيع بلدك ب 5 جنيه وهديله له ب5 دولار، مش هينفع، مش هينفع. طب فيرجع يقول لك ايه بلد المنشا، فتلاقي نفسك بتصدر كم كبير جدا بقيمه قليله جدا. دي مشكله بتقابلنا. بس عشان اسعار لهنا، عشان اسعار هنا. انت ما بتزودش على الناس، ما تقدرش. طبعا. طيب حاولنا فيها محاولات كتيره، هو بسهوله جدا بيخش يروح عارف سعرها هنا، مش محتاج يعني. طيب دي بتقابلنا كتير في كل العالم؟ لا مش كل العالم. بتقابلنا بالذات تحديدا في دول الخليج. مع الاسف يعني. يمكن السعوديه اكتر دوله بتدقق قوي على حكايه بلد المنشا. برغم ان احنا بقى بنعامل زملائنا الخليج، شركات الدوائيه الخليجيه اللي بيشرفونا هنا في مصر وبيبيعوا منتجاتهم ما شاء الله، عاملين شغل كويس قوي. بنديهم اعلى اسعار ادويه في مصر. يعني تكاد تكون متقربه من الشركات الاجنبيه. ليهم استثمارات في مجال الدواء؟ كتير. داخلين. بقوة. بقوة. مش عايز اقول لك الميزان كمان. طيب. لصالحنا. لصالحنا. مش عيب حضرتك تقول. لصالحهم. الفكرة احنا ايه؟ هم اشقائنا. واخواتنا وحبايبنا. وبصراحة هناك التسعير عندهم مختلف خالص عندنا. خالص. لان عنده سياسة مش فارق معاه، دولة غنية ومواطن يستطيع ان هو يعني يتحمل التكلفة. غالي الدواء هناك. جدا. غالي. والتأمين الصحي عالي جدا. قولا واحدا. ما زالت مصر أرخص دواء في الكون. في الكون. تاني، في الكون. في تشاد والصومال، يعني الدول اللي هي بيسموها الأقل. والسودان. لا احنا أرخص. مفيش زينا أبدا. يعني لو قارنت المنتج المصري حتى نفس الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر اللي فعلا بتاخد من السوق المصري أكتر من 60%، حتى الشركات الأجنبية أرخص بكتير جدا. لو قارنت اسم منتج اجنبي او منتج شركه مالتي ناشونال بنظرها في السعوديه، لا فرق كبير جدا. طيب هو المعادله دي هتتصلح او ممكن نصلحها؟ بس احنا لازم نخش في تحالفات تصديريه جديده، بالذات احنا لنا عمق كوميسا. انا بتشرف برئاسه مجموعه الادويه في كوميسا. ولنا عمق في سادك الان بارتباطها، لنا عمق في الايكوس، في التكتلات الفخمه جدا. الكتله بتاعت وسط اسيا دول بالنسبه لنا مهم جدا. اسيا الوسطى. مهم جدا وما وصلناش ليهم هناك. فلازم يكون هناك تحالفات اسواق. اسواق. ودي بتبقى دايما ايه؟ بتبقى الدوله بتسبق دايما. اتفضل. فعندنا القدره لده. نقدر نصدر ونقدر. وده صحيح. يعني مثال صغير. اتفضل. الشركات الاجنبيه مثلا زملائنا العاملين هنا على ارض الدوله المصريه، حضرتك بتاخد من السوق المصري 60%. بس مين تقول له تصدر؟ يقول لك دي تعليمات المذر كومباني، الشركه الام. ان انا ما اصدرش من مصنع مصر. طب ليه؟ طب حضرتك ما نيجي نتفاوض مع الشركه الام، طب ما تصدري يا فندم من مصنعك اللي هنا في مصر الافريقي اقرب لك، بدل ما تجيبيه من اوروبا، يبقى افضل لك تجيبيه من هنا. فتلاقي محددين اماكن، دول محدده تصدر لها ودول لا. فعشان كده مثلا ده سبيل مثال للحصر، يعني ان احنا نقدر ندفع جدا بعجله الصادرات الدوائيه المصريه ونوصل بكل اريحيه ل 2 مليار دولار. يس نقدر نوصل ده بكل اريحيه. هو ده اللي احنا عايزين نشتغل على ازاي نعظم من الصادرات. اشكر. عايزين الرقم السحر ال 100 مليار دولار اللي الرئيس بيتكلم عليهم. ده هو ده اللي يبقى شغلنا كلنا في كل مجال، في كل حته. خلاص. استاذ احمد شحة.